السلام عليكم. بالأمس أعلنت شركة أبل عن تحديثها الرسمي iOS 13 لأجهزة الآيفون. فالأجهزة التي تدعم هذا التحديث هي الأجهزة التالية: آيفون SE، آيفون 6S، آيفون 6S Plus، آيفون 7، آيفون 7 Plus، آيفون 8، آيفون 8 Plus، آيفون X، آيفون XS، آيفون XS Max، آيفون XR. والأجهزة الجديدة مثل آيفون 11، آيفون 11 برو والآيفون 11 برو ماكس راح يكون متواجد فيها التحديث أول ما تشتريها. فيا شباب، اليوم راح أعلمكم طريقة التحديث. طبعا حجم التحديث يتراوح بين الجيجا والنص إلى جيجتين ونص تقريبا. فشباب أتمنى تتابعوا المقطع للأخير، وغدا إن شاء الله إذا الله حيانا وحيانكم راح نسوي عرض للمميزات اللي في هذا التحديث. وبالنسبة للآيباد يا شباب، اللي يسألنا عن تحديث الآيباد، التحديث للحين ما نزل وللحين انتظر، وإن شاء الله أول ما ينزل الآيباد أنا راح أكون أول واحد أعلن عنه. أوكي يا شباب. وثانيا التحديث طريقة تثبيته جدا سهلة. كل اللي لازم عليك يا أنك تتصل بواي فاي، لازم ضروري أنك تتصل بواي فاي ومصدر شحن، او اذا كان عندك 50% من البطارية او اكثر راح تكفيك. فانا اتصلت بمصدر شحن، وبعد ذلك ضغطت تنزيل تثبيت، كتبت كلمة المرور الخاصة فيني، وبعد ذلك سويت الموافقة وبدأت التحديث بالتحميل. اخذ من عندي ساعة ونص تقريبا. ثانيا شباب، بعد ما يتحدث او يتنزل التحديث تقوم بالضغط على كلمة تثبيت. هنا راح يطلب منك اكثر من 50% من البطارية، فاضغط تثبيت مثل ما تشوفون وراح يتثبت عندك. شيء معروف يا شباب، بعد اكتمال راح عملية التثبيت راح تطلع لعندكم هذه العلامة، علامة ابل. فبعد ما يخلص هذا الخط وبعد ما يرجع التلفون لوضع الطبيعي راح ارجع لكم. ويا شباب، بعد انتهاء التحديث وانتهانا من الخط، طبعا ما استغرق اقل من 10 دقائق، قم بفتح الايفون. اوكي، راح يقول اكتمل التحديث وهي المعلومات. نضغط على كلمة متابعة، ننتظر قليلا. راح يقول احتفظ بكل شيء بامان في اي كلود. نضغط ليس الآن. راح يقول يا شباب هذا هو التحديث الجديد. راح يقول وضع الليل المظهر، فهنختار مثلا هذا المظهر مثل ما تشوفون، هذا المظهر الجديد. نضغط على كلمة التالي، مرحبا بك في الايفون، هذا هو الايفون الجديد يا شباب. طبعا راح استعرض لكم الميزات في فيديو قادم ان شاء الله اذا الله حيانا وحيانكم. بس شباب وصلنا لختام، اشتركوا سبسكرايب كومنت شير، شكرا على تفاعلكم المستمر. بس يا شباب، مع السلامه.